ألم في منتصف القضيب، الأسباب والأعراض والعلاج. يصيب ألم منتصف القضيب الذكور في أي عمر نتيجة لحادث أو مرض، حيث يؤثر على قاعدة القضيب أو جسمه أو رأسه، وقد يؤثر أيضا على القلفة. وفي بعض الأحيان يكون الألم مصحوبا بالحكة أو الحرق أو الخفقان. عادة ما يكون ألم القضيب أمرا مثيرا للقلق، خاصة إذا حدث الألم أثناء الانتصاب أو التبول، بالإضافة إلى الإحمرار والتورم وتكون الإفرازات والتقرحات. أسباب الألم في منتصف القضيب. تتضمن الأسباب المحتملة للألم في منتصف عمود القضيب ما يلي: 1- مرض بيروني. يحدث مرض بيروني عندما يتكون نسيج ندبي ليفي داخل القضيب، مما يؤدي إلى انحناء القضيب أو تقوسه أثناء الانتصاب، وقد يكون الانحناء حادا للغاية. في الأغلب لا يكون الانتصاب المنحني سببا مثيرا للقلق، ولكن تجعل بعض الرجال يشعرون بعدم الراحة والإحساس بالألم، وذلك لأن النسيج الندبي الذي يوجد في منتصف جذع القضيب يقيد حركة وتمدد أنسجة القضيب، خاصة أثناء ممارسة الجنس. فسبب مرض بيروني غير معروف على وجه التحديد، ولكن يعتقد أنه مرتبط بأمراض المناعة الذاتية أو الإصابات التي تترك نسيجاً ندبياً في القضيب أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية أو الجنس. 2- التهابات المسالك البولية. تعد التهابات المسالك البولية أحد أكثر الأسباب شيوعاً لألم منتصف القضيب، حيث تؤثر البكتيريا المعدية على مجرى البول والأنسجة التي تمتد على طول القضيب. كما تختلف أعراض التهاب المسالك البولية تبعاً لمكان الإصابة، ومن ضمن تلك الأعراض ما يلي: الشعور بحرقان أثناء التبول، كثرة التبول دون خروج الكثير من البول، الإحساس برغبة ملحة في التبول أكثر من المعتاد، ظهور قطرات من الدم في البولية وهي البيلة الدموية، تعكر لون البول، نفاذ رائحة قوية من البول، ألم في المستقيم. 3- التهاب الحشفة. يعد التهاب الحشفة هو إصابة رأس القضيب بالالتهاب والتهيج، وقد ينتشر أيضاً إلى الجزء العلوي والأوسط من جذع القضيب. يعد الأشخاص ممن خضعوا لعمليات استعادة القلفة هم أكثر عرضة لالتهاب الحشفة. وتشمل أعراض التهاب الحشفة الآتي: تورم القلفة، ضيق القلفة، خروج إفرازات غير طبيعية من القضيب، الشعور بالحكة والألم في المنطقة التناسلية. 4- الصدمة أو الإصابة. في بعض الأحيان قد يتعرض القضيب إلى الكسر والألم الحاد في منتصف عمود القضيب عند تعرضه لإصابات أو صدمات شديدة للغاية، مما يؤدي إلى حدوث أحد الاحتمالين التاليين: تمزق النسيج الموجود أسفل جلد القضيب والذي يساهم في وظيفة الانتصاب، تمزق الجسم الكهفي وهما قطعة طويلة من الأنسجة الإسفنجية التي تمتلئ بالدم عند الانتصاب. 5- سرطان القضيب. يعد سرطان القضيب نادراً وقد يحدث نتيجة لتطور الخلايا السرطانية وتحولها إلى ورم في جذع القضيب، مما يؤدي إلى تكون كتلة تسبب بعض الألم في منتصف القضيب، خاصة أثناء الانتصاب. وتشمل أعراض سرطان القضيب الآتي: ظهور نتوء غير طبيعية على عمود القضيب، احمرار وتورم القضيب، الإحساس بالحكة والتهيج، تكون إفرازات غير طبيعية من القضيب، تغير لون جلد وسمك القضيب، ظهور قطرات من الدم في البول أو السائل المنوي. 6- القساح. يعد القساح هو ذلك الانتصاب المؤلم الذي يستمر لفترة قدرها 4 ساعات متواصلة أو أكثر، وعادة ما يتركز الألم في منتصف القضيب. وتشمل أعراض القساح ما يلي: صلابة جسم القضيب بينما تكون الحشفة رخوة، الإحساس بالألم أو الخفقان في منتصف القضيب، قد يحدث تلف في أنسجة القضيب نتيجة لتجمع الدم في الأنسجة الإسفنجية لجسم القضيب. 7- الجلطة الدموية أو تخثر الدم. تعد الجلطة الدموية أكثر شيوعاً في الوريد الظهري للقضيب أعلى العمود الفقري، أو ما يعرف بمرض القضيب موندور.
تحدث الجلطة الدموية نتيجة لتراكم خلايا الدم الحمراء في الأوردة، مما يعيق تدفق الدم بشكل سليم. وتشمل أعراض الجلطة الدموية في القضيب ما يلي: ألم في عمود القضيب، انتفاخ أوردة القضيب، الشعور بألم حاد أثناء الانتصاب. أعراض ألم منتصف القضيب: قد يعاني الرجل من أعراض أخرى بجانب الألم الحادث في منتصف القضيب، وتشمل تلك الأعراض الآتي: انتفاخ طرف القضيب أي القلفة، احمرار وتهيج القضيب، الإحساس بالحكة، الحرقان أثناء التبول، خروج إفرازات غير طبيعية من القضيب، تغير لون البول أو تعكره، ألم أثناء أو بعد ممارسة الجنس، تكون بثور أو تقرحات على عمود القضيب. علاج ألم منتصف القضيب: يمكن علاج بعض الحالات البسيطة منزلياً، وقد تحتاج بعض الحالات الأخرى للعلاج من قبل الرعاية الصحية. العلاجات المنزلية: تشمل العلاجات المنزلية الآتي: تناول المسكنات مثل إيبوبروفين لتخفيف الألم والالتهابات، وضع منشفة نظيفة ملفوفة حول كيس ثلج على عمود القضيب لتسكين الألم، استخدم كريم أو برهم من الستيرويد أو زبدة الشيا أو فيتامين ها لتقليل الالتهاب والتورم، ارتداء ملابس داخلية قطنية واسعة لتقليل الاحتكاك بالقضيب وكذلك تقليل خطر نمو البكتيريا في المناطق الرطبة، تقليل النشاط الجنسي أو تجنبه أثناء فترة العلاج حتى يزول الألم. العلاجات الطبية: قد يوصي الطبيب ببعض الأدوية لعلاج الألم في منتصف القضيب، كما قد يضطر إلى إجراء بعض العمليات الجراحية. وتتمثل العلاجات الطبية فيما يلي: المضادات الحيوية لعلاج التهابات المسالك البولية أو الالتهابات الناتجة عن التهاب الحشفة، التدخل الجراحي لإزالة النسيج الندبي من القضيب، قضيب اصطناعي لتقويم القضيب إذا كان المريض يعاني من مرض بيروني.